جزاكم الله خيرا. يقول: كثر الكلام في هذا العصر عن الوسطية إلى درجة الدعوة إلى إلغاء بعض الأحكام الشرعية بحجة الوسطية، فما المفهوم الصحيح لها؟ نعم، حصل تلبيس على الناس تفسير الوسطية بأن معناها ترك الدين، وأن الناس كلهم سوا وكلهم على الإنسانية والتآخي في الإنسانية، فهم هذا ما وقعوا فيه الآن، تفسير الوسطية بهذا، وأنه لا يبين الحق ولا يكفر الكافر ولا يبين الخطأ. الوسطية هي التسامح مع الناس ولا عدم التعرض لما هم عليه، ولا يبين الحق ولا هذا تفسير الوسطية بغير معناها والعياذ بالله. الوسطية هي الحق، هي الحق الذي يكون عليه الرسل وأتباعه، هذه هي الوسطية. الوسطية بين الانحراف وبين الغلو. أنا أعود فأقول: الوسطية هي ما يكون بين الغلو وبين التساهل، لأن الآن كثر الإنكار على الغلو والتطرف فقط، وترك التساهل والانفلات الذي عليه كثير من الناس اليوم خصوصاً المثقفين. لازم يكون الإنكار على هذا وعلى هذا، كما ننكر الغلو والزيادة والتشدد ننكر التساهل والتفريط والانحلال، ننكر هذا، بل يكون هذا أشد، هذا أشد، الانحلال أشد من الغلو وإن كان الكل خطيراً. فلا نأخذ جانباً نركز عليه ونترك الجانب الثاني، كما أن أهل الانحلال والانفلات يصفون كل من تمسك بالدين بأن هذا غلو وأن هذا من المتطرفين لمجرد أنه تمسك بالدين، فيصفون الدين بأنه تطرف، فيفسرون الحقائق على حسب أهوائهم ورغباتهم. نعم.